بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 158. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم للشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله. يتحدث المؤلف رحمه الله عن زيارة القبور، الزيارة الشرعية وحدود ما جاء في ذلك في الشريعة. قال رحمه الله: قال بريدة بن الحصيب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام على أهل الديار، وفي لفظ: السلام عليكم أهل الديار، من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في آخر الحلقة الماضية تحدث الشيخ رحمه الله عن زيارة القبور، الزيارة غير الشرعية، وهي التي يسافر من أجلها، أو التي يطلب الزائر من الميت تفريج كرباته أو قضاء حاجاته ويستغيث به، فهذه زيارة شركية ممنوعة، لأنها هي التي كان عليها أهل الجاهلية، وما زال عليها عباد القبور إلى الآن على ما كانت في الجاهلية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. فزيارة القبور على نوعين: زيارة كما سبق شركية أو بدعية، هذه ممنوعة ولا تزال ممنوعة إلى أن تقوم الساعة. والنوع الثاني: الزيارة الشرعية، وهي التي يقصد بها نفع الميت من السلام عليه والدعاء له، وانتفاع الحي بالأجر والاعتبار بالأموات. وهذه بين النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول فيها الزائر، حتى لا يبقى الناس على ما كان في الجاهلية من الاستغاثة بالأموات أو الدعاء عند قبورهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث أنه إذا زار القبور يريد أن يسلم عليهم عموما، فإنه يقول: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تضلنا بعدهم. وإذا كان يريد أن يزور قبرا معينا كقبر أحد والديه أو قبر والديه أو أحد قبور أهل الفضل، فإنه يزورها بالخصوص ويسلم على الميت باسمه ويدعو له ثم ينصرف. هذه هي الزيارة المشروعة، وتكون أيضا للرجال دون النساء، فالنساء باقيات على المنع كما يأتي. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وروي أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نعم. وهذا من الألفاظ الشرعية التي تقال لمن زاروا المقابر:
السلام عليكم أول شيء السلام، ثم يدعو لهم. نعم. وأيضا يعتبر بحالهم ويقول وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. لكن إن شاء الله هل هي لاستثناء أو للتعليق أو ما المراد بها؟ المراد بها أحد قولين للعلماء، أنها للتحقيق، والقول الثاني أنها لأجل أن الإنسان لا يدري متى، ما يدري ماذا يموت عليه، فهو لا يزكي نفسه ويقول وإنا بكم لاحقون، لأنه يخشى أنه ينفتن ولا يلحق بهم، فهو جاء بإن شاء الله من أجل نفي التزكية. نعم. قال وروي أيضا عن عائشة في حديث طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل أتاني فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت قلت كيف أقول يا رسول الله؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين. نعم. أحد. وروي أيضا عن عائشة في حديث طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل أتاني فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. نعم. وهذا أيضا مثل ما سبق أن الله جل وعلا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأتي أهل البقيع مقبرة المدينة التي فيها الصحابة شرقي المسجد النبوي، أن يأتيهم ويسلم عليهم. نعم. قالت قلت كيف أقول يا رسول الله؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نعم. وروى ابن ماجة عن عائشة قالت فقدته فإذا هو بالبقيع فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم لنا فرط ونحن بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. وهذا كما سبق، والفرط معناه الذي يسبق إلى الماء، الفرط هو الذي يسبق إلى الماء ليسقي الناس، فالمراد أنكم سبقتمونا إلى الدار الآخرة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبول المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن غريب. وكذلك في هذا الزيادة أنه يستقبلهم بوجهه، يستقبل القبور بوجهه ويقول هذا الدعاء الوارد، يسلم عليهم ثم يدعو لهم ويقول سبقتمونا يعني إلى الدار الآخرة ونحن في الأثر، فهذا فيه أيضا الاعتبار، وأن الزائر يعتبر بالأموات ويتذكر الموت واللحاق بهؤلاء الأموات فيستعد بالعمل الصالح. نعم. وقد ثبت عنه أنه بعد أحد بثمان سنين خرج صلى الله عليه وسلم إلى الشهداء فصلى عليهم كصلاته على الميت. وهذا أيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى شهداء أحد، والمراد بهم الذين قتلوا في وقعة أحد من الصحابة، وفيهم حمزة بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان هم دفنوا بعد المعركة بثيابهم ودمائهم، ولم يصلى عليهم لأن الشهيد لا يصلى عليه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إليهم في تلك السنة التي مر ذكرها في آخر حياته صلى الله عليه وسلم كالمودع، فسلم عليهم سلاما خاصا. والمراد بالصلاة هنا الدعاء، المراد بالصلاة هنا الدعاء. نعم. وروى أبو داود عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل.
وهذه سنة أخرى من سنن القبور، وهي أنه إذا فرغ من دفن الميت يستحب للمشيعين أن يقفوا على قبره، أن يقفوا على قبره ويستغفروا له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وثبته، لأن الملكين قد حضرا بعد دفنه وقبل أن ينصرف المشيعون، وإنه ليسمع قرع نعالهم كما في الحديث، فيقعدانه وتعاد روحه في جسده عودا برزخيا ليس العود الذي في الدنيا، ثم يسألانه ويمتحنانه، فيكون هذا الدعاء من المسلمين المشيعين له فيه إعانة له على الإجابة عن سؤال الملكين. فهذا من حق المسلم على إخوانه، من حق المسلم الميت على إخوانه المسلمين أن لا يتركوه من الدعاء. نعم. هناك هيئة معينة للدعاء أو أدعية محذورة؟ نعم، هناك هيئة معينة في الدعاء التثبيت؟ يسأل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم، فيطلب له المغفرة ويسأل له التثبيت. نعم. وقد روي حديث صححه ابن عبد البر أنه قال: ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. وهذا فيه الترغيب أيضا في السلام على الأموات جماعة أو فرادى، وفيه زيادة أن الله يرد روح الميت المسلم عليه حتى يرد السلام، وهذا من أمور البرزخ التي لا يعلمها إلا الله، وهي حياة برزخية ليست كحياته في الدنيا، والله على كل شيء قدير. فروح الميت تتصل به أحيانا، كما ذكر ابن القيم أن الروح لها اتصالات بالإنسان، لها اتصال به وهو في بطن أمه، ولها اتصال به في حياته على وجه الأرض، ولها اتصال به في قبره، ومن ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا، ولها اتصال به بعد بعثه، وهو اتصال دائم لا تفارقه روحه أبدا في الآخرة. نعم. وروي في تلقين الميت بعد الدفن حديث فيه نظر، لكن عمل به رجال من أهل الشام الأولين مع روايتهم له، فلذلك استحبه أكثر أصحابنا وغيرهم. هذه قضية تلقين الميت في قبره، تلقينه في قبره، أما تلقينه وقت الاحتضار فهذا ثابت في الصحيح أنه يلقن لا إله إلا الله، يسمع هذه الكلمة من أجل أن يقولها فيختم الله بها حياته، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا تلقين المحتضر. أما تلقين المدفون في القبر فهذا كما ذكر الشيخ ورد فيه حديث لكنه لم يثبت فيه نظر كما قال الشيخ في سنده، ولكن عمل به من عمل بناء على أنه من الأمور الترغيبية، الأمور الترغيبية، والدعاء للأموات مشروع، فهذا الحديث يقال أنه يدخل في الأصل وهو الدعاء للميت، ولذلك عمل به من عمل من أهل الشام لأنه من روايتهم، ولكن الصواب أن حديث التلقين لا يعمل به لأنه لا يثبت. ولا شك أن تلقين الميت وهو في قبره أنه حكم، والحكم لا يؤسس على حديث ضعيف لم يثبت. نعم، على حديث ضعيف لا يؤسس به حكم، فالصحيح أنه لا يلقن بعد الدفن. نعم. وينكر على من فعل ذلك؟
يبين له، ينهى عنه، يبين له. نعم صلى الله عليه وسلم. قال: فهذا ونحو مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ويأمر به أمته عند قبور المسلمين عقب الدفن وعند زيارتهم والمرور بهم، إنما هو تحية للميت كما يحيي الحي، ودعاء له كما يدعى له إذا صلى عليه قبل الدفن أو بعده. حق المسلم يستمر في حياته وبعد موته، فبعد موته بالزيارة لقبره والسلام عليه والدعاء له، وكذلك الوقوف على قبره بعد الدفن مباشرة والاستغفار له وسؤال تثبيت له. وهذا يدل عليه قوله تعالى في المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، دل على أن المسلم يقام على قبره ويدعى له بعد الدفن، كما في هذا الحديث الذي مر، ويسأل له، يستغفر له ويسأل له التثبيت. له التثبيت. فهذا من حق المسلم على المسلم. نعم. قال: إنما هو تحية للميت كما يحيي الحي، ودعاء له كما يدعى له إذا صلى عليه قبل الدفن أو بعده. وفيض. نعم، هذا كما سبق أنه زيارة الميت تشتمل على أمرين: الأول التحية والسلام عليه كما يسلم على الحي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفشوا السلام بينكم. والأمر الثاني أنه يدعى للميت بالمغفرة والرحمة فيستفيد من دعاء الحي له. نعم. وفي ضمن الدعاء للميت دعاء الحي لنفسه ولسائر المسلمين. نعم، لكن لا يدعو لنفسه عند القبر ولا للمسلمين عند القبر، إنما يدعو للميت خاصة، وإذا أراد أن يدعو لنفسه وللمسلمين فليس، لا يكون هذا عند القبر، لأن هذا وسيلة إلى الغلو في القبر، ربما يكون وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل. نعم. كما أن الصلاة على الجنازة فيها الدعاء للمصلي ولسائر المسلمين، وتخصص الميت بالدعاء. وقصد الشيخ رحمه الله من قول هذا يتضمن دعاء للميت وللحي، قصده أن الحي أيضا يستفيد. نعم. الأجر، لا أنه يدعو عند قبر الميت لنفسه وللمسلمين، ولكن قصده أن هذا فيه نفع للحي ونفع للميت. نفع للحي بالأجر وامتثال السنة، ونفع للميت بالدعاء له، أنه قد انقطع عمله فهو بحاجة إلى دعوة إخوانه المسلمين الأحياء. نعم. قال: فهذا كله وما كان مثله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السابقون الأولون هو المشروع للمسلمين في ذلك. نعم، هذه هي الزيارة الشرعية الموافقة لما جاء في الأحاديث التي مرت، وما لم يذكره الشيخ رحمه الله. نعم. وهو الذي كانوا يفعلونه عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. نعم، هي الزيارة الشرعية عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، يسلمون على الميت ثم يدعون له. نعم. وروى ابن بطة في الإبانة بإسناد صحيح عن معاذ بن معاذ: حدثنا ابن عون قال: سأل رجل نافعا فقال: هل كان ابن عمر يسلم على القبر؟ فقال: نعم، لقد رأيته 100 أو أكثر من 100 مرة كان يأتي القبر فيقوم عنده فيقول: السلام على النبي، السلام على أبي بكر، السلام على أبي. وفي رواية أخرى ذكرها الإمام أحمد محتجا بها ثم ينصرف. وهذا الأثر رواه مالك في الموطأ. المراد بقوله هل كان ابن عمر يسلم على القبر، المراد قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، رأيته أكثر من 100 مرة أنه يأتي ثم يقول، يعني إذا قدم من سفر، كما جاء في الأحاديث، إذا قدم من سفر فإنه يأتي رضي الله عنه ويقف تجاه وجه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم يتأخر قليلا نحو الشرق فيسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيقول: السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، ثم يتأخر قليلا نحو الشرق فيسلم على قبر
أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيقول السلام عليك يا عمر بن الخطاب أو يا أبتي ورحمة الله وبركاته، ثم ينصرف، ما كان يقف عند القبر ويرفع يديه ويدعو كما يفعله الجهال، بل كان ينصرف لأن المقصود انتهى وهو السلام على الأموات. نعم. وزيارة القبور جائزة في الجملة حتى قبور الكفار، فإن في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. زيارة القبور عموما، قبور المسلمين وقبور المشركين والكفار، فزيارة المسلمين لأمرين: للاعتبار والاتعاظ بأحوال الأموات، والأمر الثاني نفع الأموات بالسلام عليهم والدعاء لهم. أما زيارة قبور الكفار فهي لشيء واحد وهو الاعتبار فقط، وأما الاستغفار والدعاء لهم والسلام عليهم فإن هذا لا يجوز. قال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولهذا لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يدعو لأمه منعه الله من ذلك، أن يستغفر لها منعه الله من ذلك، لأنه لا يجوز الاستغفار لمن مات على الشرك كما في الآية. وثم سأل ربه أن يزور قبرها فأذن له بذلك، فزار قبرها وبكى وأبكى عليه الصلاة والسلام، ولكن لم يرد أنه زاره بعد ذلك، ما كان يتردد على قبر أمه. فالذين يترددون الآن على ما يزعمون أنه قبر آمنة، أنه قبر آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لا دليل لهم، بل الرسول لم يتردد على قبر أمه، إنما زارها مرة. وما كان المسلمون أيضا للصحابة ولا من جاء بعدهم يذهبون إلى قبر أم الرسول آمنة، ما كانوا يفعلون هذا، فيكون الاعتياد التردد عليه من البدع ومن وسائل الشرك. فإذا كانوا يدعون لها أو يستغفرون لها فهذا مخالف لنص القرآن، فإن المشرك لا يجوز الاستغفار له، ولهذا منع الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمه التي هي أقرب الناس إليه، منعه من ذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال وفيه أيضا أي في صحيح مسلم عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. نعم نعم، تذكر أمه أو أنه بكى عليه الصلاة والسلام من أن الله منعه أن يستغفر لها، فبكى لحالها وأنها ماتت على الكفر وأنه لا يستغفر لها. نعم. فقال: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. لكن البلية الذين يزورونها الآن يتبركون بالقبر، لا حول ولا قوة، يتبركون بالقبر ويزعمون أنها مسلمة، وأن والله جل وعلا منع رسوله أن يستغفر لها ولو كانت مسلمة، لم يمنعه من الاستغفار لها، دل على أنها ليست مسلمة كما يقولون. نعم. وفي صحيح مسلم عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وفي رواية لأحمد والنسائي: فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرا. نعم، كان في أول الإسلام نهى عن زيارة القبور لأن الناس عندهم قرب من عهد الشرك، فيخشى عليهم من بقاء آثار الجاهلية والاستشفاع بالأموات والاستغاثة بهم، فهو منعهم سدا للذريعة. فلما توطن التوحيد واستقر في قلوبهم أذن لهم في زيارة القبور، لأنه انتفى المحذور التي من أجله منعوا من زيارة القبور، فكان هذا ناسخا للنهي السابق. نعم.
وروى أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نعم، هذا كما سبق أنه ناسخ للنهي السابق، وبين صلى الله عليه وسلم أن الغرض، أن من الغرض من زيارتها تذكر الآخرة. الآخرة، نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.